بيكتشر بتاعه. بعدين انت عندك كده لو خدت بقى حاجه صغيره كده وعملنا لها ابلكيشن كبير هنلاقي هم اكتيفايز بس صغيره كده. ايه ده زي يسموه الرابس؟ ايه هو درجه السطح، درجه نقطة السطح او درجه شرطه السطح، ايا كان الاثنين دول الارقام اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده، تعب على درجة النمومة بتاعت السطح أو درجة الخشونة بتاعت السطح، يبقى أنا أشوف السطح نايم ولا سطح خشن، إلا لما نقعد نلمس السطح بتاعي. فمين لمس السطح بتاعنا ده؟ قالوا إن في مراكز كتير نقدر نحكم بيها على مدى النمومة بتاعت السطح ده أو درجة الخشونة بتاعت السطح ده، ليه؟ لأنها بنسميها الرابط. فقالوا إن عندنا أشهر حاجة منها هو الأر إي، اللي هو إحنا بنسميه الأفريج رابط. الأمر جرافي ده يعملوا ايه؟ قالوا يحطوا خط كده في النص وبعدين بعد كده يشوفوا الويفز اللي طالعه دي طالعه نازله كده، يشوفوا البيكس والبارز اللي موجوده فيها، يعني القيمه بتاعت السطح ده والفعال بتاعه، ويقوموا يقسموه كده تقسيمات محدده يعني مش بدون تفاصيل يعني، وبعدين بعد كده يجي يشوف الارتفاع ده قد ايه واللي بعده قد ايه واللي بعده قد ايه واللي بعده قد ايه وهكذا. بيحطوا الكلام ده موجب وسالب اللي فوق خط المنتصف واللي تحت خط المنتصف، وبعدين بعد كده هياخدوا القراءات القراءات دي معاها البوست دي والقراءات دي مع النام النكتف، لا بياخدوا المودرس بتاعها، يعني المودرس يعني بدون اتجاه بدون اشاره. قولوا على جمال كده القياس على عدد القياسات يطلع ايه؟ يطلع الافرج بتاعت مين؟ بتاعت الرفرنس ده، يبقى ده رقم بيدل على درجه النمومه بتاعت السطح او درجه الخشونه بتاعت السطح، ما هو الاثنين حاجه واحده. يبقى خلاص على الار ايه اللي احنا قلنا عليها كده الافرج رفرنس. طب في حاجات ثانيه، في بارامترز ثانيه؟ اه في بارامترز ثانيه، بارامترز ثانيه بندرسها في مواد اخرى. عندي حاجه اسمها بيولوجي اللي هو بندرس العلم الاصلح ده. بنعرف ان في برامج ثانيه مختلفه عن الارض، لكن احنا لما بنيجي نتكلم على ان احنا نعمل ماشين ماركس ناخد الارض، فاحنا بنعتمد على ان احنا ناخد قيم الارض. فالارض ده يقصد ايه؟ يقصد الميكروب. زي ما قلنا كده في الحكايات البيت والتولرانس كل الارقام اللي بتبقى موجوده عندنا دي كلها من الميكرو. فخلاص حسبنا الار اي ده بالمعادله بتاعتنا دي اللي احنا قلنا عليها، طلع لنا ارقام. الارقام دي خدوا منها ستاندرد. يعني ايه ستاندرد؟ يعني في ارقام محدده للار اي ما بتختلفش عنها، حتى لو حسبناها وطلعت ارقام مختلفه بنقربها للارقام دي. الارقام دي هي عباره عن ايه بقى؟ من اول 12 من 1000 لغايه ال 200، بس هي ليها تسلسل محدد كده. بص على التسلسل ده كده، تلاقي اصغر رقم عندنا 12 من 1000، بعدين اللي بعديه 25 من 1000. فتلاقي الرقم ده تقريبا ضعف الرقم ده. بعد كده اللي بعديه الرقم اللي هو 5%، تلاقي ال 5% ده ضعف الرقم ده. اللي بعديه تلاقي 1 من 10 اللي هو ضعف ده. اللي بعديه 2 من 10 اللي هو ضعف التقديم. يبقى احنا عاملين ايه؟ عاملين نحط ارقام ومضاعفات هذه الارقام. لو قلنا نوصل لكام؟ لو قلنا نوصل للكام؟ الارقام دي بتدل على ايه؟ لما تبص كده الار 12 من 1000 يبقى معناها ان السطح ده انعم ما يوجد. سطح ناعم مسطول. اما السطح اللي هو اللي بيوصل الرفرنس بتاعه 200 يبقى ده سطح خشن. يبقى معناها انه كل ما الرقم بتاعي ده صغر الحد بتاعي ده يبقى ده معناها انه ده رايح انه يبقى سطح ناعم، اقدر اقول عليه ده سطح ناعم. ليه؟ عشان الفاليو زي ما اتفقنا كده الكيكس والفاليو دي ارقام صغيره. اما لو راح لغايه ال 200 يبقى ده معناه رقم ايه؟ انه الرقم ده بيدل على ان السطح ده خشن. يعني الفاليو دي البيكس والفاليو دي كبير. وده كده ايه؟ سطح حتى انت ممكن تقدر تحس بيه لو انت مريت عليه نصباع. بعد كده هو بيعبر عن الرفنس اللي السطح بتاعي ده بعد ما انا قسته وطلع لي الارقام بتاعتي. يبقى ده الايه؟ الار اي اللي احنا بنقدر نحكم على السطح هل هو ناعم ولا خشن من الارقام اللي موجوده. طب خلاص انا عرفت حكايه كده، دول معناها كده ربطنا عمليات التشغيل بمين؟ بال
طبعاً سكرين اللي هو الـ IT دلوقتي نقطة حاجة تانية إيه هو ضربة برضه الصرف الصرافنس بتاعنا ده لعمليات التشغيل نقدر نقول كده لبنيك عندنا مثلا في الإيرين أو شيرين أو درين أو جيرين وانت عندك جدول كبير كده في مجموعة كبيرة من العمليات أو في تقريباً معظم العمليات اللي أنا ممكن نعملها على القطعة عشان نتكلم فلو نيجي بقى كده نلاقي أي عملية من العمليات دي بيبقى ليها رين لو احنا الشيرين مثلا القشطه رينت القشطه دي تلاقي بتطلع علينا السيرف سرفس بتاعنا اللي هو اي اي اللي هو 1.6 الى 25 يبقى ده الرينج بتاعنا اللي طلعنا فيه طلعنا عمليه الايه التشغيل دي ايه اللي هي المقشطه لو خدنا عمليه ثانيه البورينج مثلا اللي هو عمليه توسيع الصوت تلاقي 1.4 لغايه 6.3 يبقى دول الرينج بتاعي ده هو اللي انا اقصر عليه لما اعمل العمليه دي هل ينفع اقصر على افضل من كده؟ يعني السيرف سرفس بتاعي يبقى احسن من كده؟ لا كان ممكن يطلع لي السيرف سرفس اصغر من كده؟ لا يبقى بقى كل ما انا رايح من الناحيه دي كده لو انا مش لغايه 12,000 يبقى ايه ده؟ انا عندي السيرف سرفس بيتحسن كده رايح السيرف سرفس بيتحسن انا قلنا ايه؟ احنا قلنا احنا عندنا الار اي بتاعنا ده زي ما اتفقنا كده من اول 12,000 لغايه 20,000 فنلاقي عندنا الجداول بتاعتنا دي بتديني العلاقه بين عمليه التشغيل والصرف صرف بس انا اقدر احصل عليه من العمليه طب بس انا قبل كده الجداول ده طبعا يوم مال عندك في كتاب الجامعات في قبل الليل ده في 12 واحده وبعد ما سلمنا الجداول ده في شويه عمليات كده يبقى ده اللي احنا نقدر نحصل عليه كصرف صرف بس ارتباطه بعمليات التشغيل طب ما احنا قبل كده كنا عارفين انه العمليات بتاعت التشغيل دي ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه ب الان اللي هو الاي تي بتاعنا الاي تي اللي هو كان الفريق بتاع مين؟ بتاع التورم تلاقي بقى عندنا الشكل ده كده الشكل ده هو بيكون الجدول الجدول ده العمليات اللي موجوده في الجدول وفيها معظمها موجوده عندنا هنا الريلي 0.4 لغايه 3.2 بروشن من 0.4 لغايه 6.3 جريدنج عندنا جريدنج عندنا جريدنج عندنا بورنج يبقى الشكل ده يعني عملنا كده بشكل جميل كده حطينا فيه العمليات اللي احنا نقدر نعملها على اي قطعه والسيرف سرفس اللي احنا نقدر نحصل عليه فانا الجدول بتاعي ده حطيته في الشكل بتاعي ده كعمليات ايه؟ كعمليات تشغيل طبعا احنا اتفقنا بقى زي كده انه احنا كان في عندنا مره قبل كده اتكلمنا على انه اي تي جريد اللي هو الرتبه بتاعت التولرنس بتاعي انا برضو اقدر من العمليات بتاعتي اللي انا بعملها على الماكينات دي اقدر اقول الرمين بقدر احصل على الاي تي كام من 5 لغايه 10 تعمل بلينينج او شين لازم احط كده من 10 ل 11 عندي دريلنج يبقى دريلنج ده من 10 ل 11 يبقى اذا بقت عندنا دلوقتي علاقتين العلاقتين دول بيقولوا ايه؟ انا عندي علاقه بين الماشين اوبريشن والار اي لو صرف صرف وعندي علاقه ثانيه ما بين الماشين اوبريشن والاي تي جريد يبقى اذا انا بقى عندي علاقه بين الاي تي جريد والار اي هو السيرفيس رافل ليه؟ ما احنا قلنا كده البيلنج ده هيعمل لنا او احنا لما نيجي نحط تولرنس يبقى تولرنس 10 او 11 انا عاوز اوصل لغايه 6 يبقى انا ممكن اخد عمليه دي او دي او دي او دي او دي او دي, أو دي. حسب ايه؟ حسب الشغلانه بقى الشكل بتاعي في قطعه ينفع اشتغلها على الشيبر في قطعه مش ينفع اشتغل على الشيبر في قطعه ينفع اشتغل عليها على الميل لا في قطعه ما ينفعش اشتغل على الميل في قطعه ستيديو اشتغل على التيرن يبقى اذا حسب شكل القطعه بتاعتي دي بختار نوع العمليه بتاعي اللي انا اعمله يبقى زي ما اتفقنا كده هيبقى في علاقه ما بين حاجتين لو هما الحاجتين قالوا طلعنا بقى الماشين اوبريشن بتاعتنا دي هيبقى في عندنا اي تي جريد علاقه بين اي تي جريد وعلاقه مع الار اي يبقى انا بقدر اربط الاثنين دول مع بعض ازاي اربط الاثنين دول مع بعض بالجدول بتاعي بقى فانا عندي القيمه بتاعت الار اي
25 هاي 25 من حد ما عندنا لسه اكثر من كده. اه ماشي، ما عندناش مشكله، بس دول ما نعمله كده. يلا نقول ايه بقى؟ ايوه ده هنحط له رموز من اول ان 12 و 21. يبقى انا دلوقتي عندي القيم بتاعت مين؟ بتاعت الار دي. اقدر اربطها، اربطها مين؟ اربطها بقيم كده انا احطها رمز. بس انا الرموز بتاعتنا اللي هي 12 دي وهاي ار ان 12 وهاي ان 1 لا مش هنستعملها عند الناس بتاعتها دي قدام شويه في التصميم نعمل. لكن انا يهمني ايه بقى؟ يهمني اللي في النص ده المايكرو انش، لا مش عايزين اللي يهمني ايه بقى؟ بقى يهمني ان انا اربط بين الاثنين دول. ايه هم الاثنين دول؟ ايوه بقى عندي كانوا زمان كده لغايه 1978 ولا تحت كده كانوا بيعملوا رموز للسيرفس لاكس. وانت لو لقيت رسمه قديمه كده في كتاب قديم ولا حاجه تلاقيهم كانوا بيعملوا الرموز دي. ليه؟ عشان يعبروا بيها عن السيرفس لاكس. ايه هي؟ كانوا بيعملوا حاجه زي الويبس كده. الويبس دي كان السيرفس لاكس المقارن ليها الار اي بتاعها كان بيبقى 50. بعد كده كان بيحطوا المثلث. المثلث ده السيرفس لاكس بتاعه كام؟ من 12 ونص 25. بعد كده حطوا مثلثين جنب بعض زي كده. كان السيرفس لاكس بتاعه كام؟ 1.6.3 وهكذا. يكبر كمان او يزود كمان مثلث ويزود كمان مثلث. يبقى بقى كده، يبقى كان الاول الويبس دي كده وبعدين بعد كده مثلث او اثنين او ثلاثه او اربعه. ده الكلام ده ايه؟ ده زمان. خلاص ما عادش ما عدناش بنستخدم الحاجات دي، لكن احنا بناخد الكلام ده كده ليه؟ عشان لو لقينا رسمه عليها شويه من الرموز دول نعرف نحولهم. ده سيرفس لاكس قيمه قد ايه؟ مقدار السيرفس لاكس بتاعي ده يبقى قد ايه؟ طيب لو انا عملت حاجه بالشكل ده كده بقى ايه علاقته؟ ايه علاقته مع الفيتنج جريد؟ ايه علاقته مع الاي تي جريد بتاعي ده؟ السيرفس لاكس ده الاولاني ده نقدر نتعامل مع الفيتنج جريد 13 فيما اعلى. لو 13 و14 و15 و16 الاول الجريد اللي بعديه ار اي من 12 ونص 25 ناخد الاي تي جريد من 11 ل 12 اللي بعديه 1.6 6.3 اللي من 8 ل 10 اللي بعديه ناخد من 5 ل 7 اللي بعديه ناخد من 1 ل 4. طبعا قلنا بقى كده وانا بنتكلم على التولرنس قلنا ان التولرنس بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها الرينج بتاعنا من كام لكام؟ قلنا من 5 لغايه 11. يبقى من 5 لغايه 11 فين هم؟ ايوه من اول هنا كده لغايه تحت. يبقى اذا انا عندي الاثنين اللي في النص دول اللي هو 5 6 7 8 9 10 يبقى دول اللي هم اهم ايه؟ اهم مجموعه احنا بنتكلم عليها واحنا بنتكلم على السيرفس لاكس او الماشين ماركس هي عمليات التشغيل. يبقى احنا يهمنا دول بعد كده اللي هم في النص دول. طيب احنا لسه جايين انه الجدول بتاعنا ده 50 لغايه 25 من 1000 دول يحط لهم الايزو الستاندر بتاعهم النات ان 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 انه كان بيعرف ده. احنا بعد اذنكم معلش خلي دي قدام شويه كده بالنسبه بتوع التصميم، بس عشان انت لو جات لك رسمه مره كده ولا حاجه او شفت رسمه على البيت او شفت رسمه في كتاب ولا حاجه كمان انت عارف ان هو لو حط ان 5 يبقى ده معناه ان هو عايز سيرفس لاكس 0.4. طب سيرفس لاكس اللي هو 0.4 ده فين السيرفس لاكس 0.4؟ ايوه هنا. ده ايه ده؟ 23000 و 8 من 10 يبقى انا ساعتها هيبقى الاي تي جريد بتاعي من 5 ل 7. طب احنا ممكن نعمل العكس. ايه هو العكس؟ اقول بقى كده احنا بنجي لك الجريد بتاع التولر يقول لك ده اتش مثلا 8. اتش 8 معناه ايه؟ ان ده هو البيس سيستم وانه الجريد بتاع التولرنس بتاع الهول ده 8. نروح ندور فين 8؟ 8 تقع من هنا لهنا من 5 ل 7. يبقى اذا انا ساعتها لما اقدر ابص على الجريد او الاي تي جريد بتاع التولرنس دي اعرف ساعتها السيرفس رفنس اللي انا محتاجه كام؟ ازاي؟ اقول انا عندي اتش 8 بقت ايه 5 و7 او احنا قلنا 8 8 من 8 ل 10 يبقى انا خدت دي اه ساعتها اعمل ايه؟ ايضا انا ساعتها السيرفس رفنس بتاعي من 1.6 6.3 يبقى ده السيرفس رفنس. طب ما هو السيرفس رفنس هيترجم لي حاجه ثانيه. ايه هو؟ انا هعرف عمليه التشغيل، انا هعرف اشغل القطعه دي على ايه؟ ما
بس زي ما اتفقنا في عنصر كمان نازل من عارفين ايه هو الشغلانه شكلها ايه؟ الشغلانه دي ينفع تشتغل مخرطه؟ شغال على المخرطه، لا ما ينفعش على المخرطه، يبقى ينفع تشتغل على المين؟ ينفع تشتغل على الشيبنج؟ ما عنديش مشكله، يبقى حسب الشكل بتاع القطعه بتاعي دي. يبقى اذا لو احنا اتنين فيت وله جريد يبقى انا ستيفن ساعتها من الجدول بتاعي ده اقرا الجريد بتاعي ده هيقع في هذه المجموعه دي واقدر منه اعرف السيرفس رفنس بتاعي قد ايه ومنه اعرف كمان عمليه التشغيل. المعلومات دي هنحطها على الديتيل درونج هنحطها على الديتيل درونج. يبقى اذا انا دلوقتي عرفت من الكلمه دي عرفت معلومتين، المعلومتين كلمه السيرفس رفنس وكمان عمليه التشغيل. دول نحطهم على ال 18 معلومه اللي احنا اتكلمنا عليهم لما قلت لك ان فاي 50 ولا 70 ولا 80 اتش 8 على اف 7 دول عرفنا 18 معلومه ساعتها، زودت عليهم معلومتين اهو، ايه هم المعلومتين؟ ايوه انا عرفت الجريد ده ساعتها عرفت الدرجه مقداره كام ساعتها انا عرفت الاوبريشن بتاعتي التشغيل بتاعي ده انا شغال على ايه مثلا؟ الميكرو يعني بنتكلم على الابعاد كلها بالميكرو. اول ما اتكلمنا على التولرانس الابعاد كلها بالميكرو. طب سؤال على الكلام ده؟ خلاص عرفنا الحكايه دي كده نحط بقى لما نيجي نحط الكلام ده على الرسم نعمل ايه؟ لازم يبقى في عندنا سامبلز. السامبلز دي زي ما اتفقنا متفق عليه ان احنا نعمل ايه؟ نحط الرمز ده عشان ما انت تبص عليه ولا بص عليه وده يبص عليه وده يبص عليه فاهم الرمز ده بيعني ايه؟ فاحنا عندنا الرمز بتاع السيرفس رفنس بنعمل شكل سبعه كده وفي خط فوق. الارتفاع بتاع الليتي دي اتش واحنا قلنا الاتش على اللوحه بتاعتنا اسمها A3 قلنا الاتش ده كام؟ 5 مللي بالظبط يبقى ساعتها خلاص يبقى انا عليكم بقى كده الاتش دي الاتش دي والخط ده والخط ده على زاويه 60 درجه انا عرفت شكله كده. الشكل ده بقى ممكن يبقى على صورتين، ايه الصورتين اللي ممكن يبقوا موجودين؟ يبقى عندي حاجه بالشكل ده كده ده انا عملت مثلث مقبول. المثلث ده زي ما اتفقنا كده احنا بنيجي على 60 درجه بنيجي على 60 درجه وده بتاعه ماشي. هات المثلث ده. يبقى انا عملت المثلث ده، المثلث ده كده بيعني ايه؟ يعني ان انا هعمل حاجه اسمها ماشين. هعمل ميتال ريموف. يعني ايه ميتال ريموف؟ يعني انا هشكل القطعه دي عن طريق ازاله الرايش. هو في انواع اخرى من عمليات التشغيل غير ازاله الرايش؟ الفرن. طب الفرن ده احط له علامه ثانيه؟ قال لك احط له علامه ثانيه. خلي نفس العلامه دي كده هي بس احط له ايه؟ احط له دايره جوه. يبقى الدايره اللي جوه دي تعني ان انا هعمل القطعه بتاعتي دي عن طريق اوبريشنز بس ما هياش ماشين. ده حاجه ثانيه. ايه؟ لا فرن. يبقى انا عملت كده. الباشمهندس كده اسمع حضرتك كده. عمليات تشغيل بس بشرط ما يبقاش في ميتال ريموف يعني مش في رايش بدون ازاله الرايش. عمليات تشغيل بدون ازاله الرايش يعني ميتال فورد. طب ممكن نعمل الشكل ده كده بشكل اخر. ايه هو؟ حطينا رقم هنا وحطينا رقم هنا. ايه الرقم ده والرقم ده؟ قال ده يا سيدي احنا كنا بنعمل كده ابر ليميت ولور ليميت على التوليرانس او ابر ديفيشن ولور ديفيشن. هنعمل برضه كده. هنعمل ايه؟ هنعمل مينيمم وماكسيمم. مينيمم ماكسيمم ايه؟ مينيمم ماكسيمم مين الار اي اللي احنا لسه قايلين عليه اللي هو السيرفس سيرفس بارامتر اللي احنا كنا لسه متكلمين عليه دلوقتي. هنحط عليه كده مينيمم وماكسيمم.
يبقى ده كده بيقول لي ان انا لو شفت العلامه دي يبقى انا عارف ان السطح ده هيتشق بطريق متر فورمي والمينيمم بتاعه والماكسيمم بتاعه 40. يبقى انا عرفت كده. طب لو انا عندي مبنى كده لا انا مش عارف المينيمم والماكسيمم بتاعه كام، لكن ده هعرف ان هو بيشتغل او هتشغله عن طريق عمليات التشغيل الفورم بدون ازاله فرايش، يعني ما فيش تشغيل. طب لو احنا بقى رجعنا تاني لعمليه التشغيل سامبل سبيد، نرجع تاني كده نلاقي في رقم هنا. ايه الرقم ده؟ قال لك الرقم ده لو خد هو رقم واحد بس يبقى ده معناه ان ده عباره عن افريج الافريج القيمه الافريج القيمه المتوسطه لمين للار اي. بس ده تقينا ده طريق تشغيل ماشين بروسيس، يبقى انا عرفت ده ما ده هو ده، بس ده ما فيش قيمه هنا لكن ده حطينا قيمه. طب لو عملنا حاجه الشكل ده كده وحطينا قيمتين يبقى القيمه دي المينيمم والقيمه دي الماكسيمم، يبقى انا حطيت المينيمم رفنس وحطيت الماكسيمم رفنس فاليو، يبقى ده برضه ايه ده؟ ده مش هنا. طب لو عملنا حاجه ثالثه كده ايه هو؟ ايوه رجعنا تاني للحاله دي حطينا المين رفنس بس جينا على الشط اللي فوق دي وحطينا اسم الماشين بروسيس العمليه. انا بتعمل العمليه دي بايه؟ بتعمل كده مش مظبوط. لا ما تخشش خالص من الباب. ما انت المفروض لما تخش اصلا تستاذن يعني حتى تخبط على الباب كده ولا حاجه. خد بقى وقت الباب. بعد كده عملنا ايه؟ احنا ممكن نعمل كده ايه ده الافريج الافريج فاليو بتاعت ايه؟ بتاعت الرفض. عملنا اسم العمليه ايه؟ اسم العمليه ايه؟ اسم العمليه فيري لا تيرن لا جرايند وهكذا. بنقدر احط اسم عمليه التشغيل. طب لو انا عملت نفس الحكايه دي كده ينفع احط المينيمم والماكسيمم فاليو بتاع السيرفس رفض واحط له عمليه التشغيل؟ ينفع احط كده نفس الكلام. قالوا لا ممكن عندنا صوره مختلفه شويه. ايه الصوره المختلفه شويه؟ قالوا نحط رقم هنا ورقم تحت. ايه الرقم اللي فوق وايه الرقم اللي تحت؟ قالوا الرقم اللي فوق ده معناه قيمه السيرفس رافنس بعد عمليه التشغيل. رغم ده قال لك ده السيرفس رافنس اللي انا هسلمه لك. انت بتقول للراجل التكنيشن اللي تحت في الورشه انا هسلمك القطعه دي بالسيرفس رافنس ده. سلمها لي بالسيرفس رافنس ده. ده ممكن انا لا اروح على حاجه بالشكل كده ان انا اعمل كده يبقى ده الشرف الشرفنس اللي انا هسلمه لك والشرف الشرفنس اللي انت هتسلمه لي ودي عمليه التشغيل احطها كده. طب ينفع احط دي؟ ينفع احط دي ايه ده؟ ده المينيمم ريفرنس الماكسيمم ريفرنس افتر وده ده بيفور واحط عمليه التشغيل احط عمليه التشغيل. طبعا انا بقى لسه في سنه اولى وبتاع والكلام ده كله. الحكايه دي تهم قوي الناس المصممين المصمم ديزاينر هيقعد يعمل الحكايه دي ازاي؟ يقول للراجل اللي بيشغل القطعه دي ايه اللي انت هتعمله بالظبط؟ يعني انت بتدي له شويه رولز كده يشتغل عليها. قال بقى يقول لا خلينا بس شويه كده على نشتغل ايه؟ احنا قلنا انه الرينج بتاعنا اصلا في التولرنس ما بين 5 و11 ما بين 5 و11 ده عمليه تشغيل. ما عندناش عمليات ما هيش تشغيل. عمليه الفورمنج دي مش داخله معايا. طب انا ممكن اشيل بقى الحاجات دي كلها. يبقى ده اشيله وده اشيله وده كمان اشيله عشان انا عارف ده ايه. يبقى حطيت خلاص كده. يبقى ايه اللي يفضل معانا؟ هتفضل معانا الثلاثه دول. ايه الثلاثه دول؟ ان انا عندي عمليات تشغيل لازم يبقى المثلث المقفول ده يعني ان انا عندي ماشين بروسيس. يبقى لي واحد. احط بقى القيمه المتوسطه ماشي. احط القيمه المينيمم والماكسيمم ماشي. احط القيمه المتوسطه ومعاها الاوبريشن بتاعتي ماشي. احط الكلمتين دول واحط معاهم الاوبريشن زي بعض. ده بس عشان ايه؟ لبعض لسه عارفين بدايات الماشين بوكس. يعني ايه ماشين بوكس؟ يعني ايه علامه تشغيل؟ فانا اديته علامه تشغيل قلت له دي صوره او اثنين او ثلاثه ادي ثلاث صور بتتعامل معاهم كايه طلبه في سنه اولى. حد له كلام على او سؤال على الكلام ده؟ خلاص عملنا كده بقى. نقول لما نحط العلامات دي لازم زي ما احنا اتكلمنا كده واحنا بنحط الدايمنشن الدايمنشن دي لازم يبقى ليها اتجاهات. لما جينا نحط على الجيومتريكال تولرنس قلنا ليها اتجاهات
يبقى لازم برضه ان نحط ماكس او ماشين ماكس برضه نحطها في الاتجاهات. يبقى انا ممكن احط على الخط المثلث بتاعي اهو والخيط في قيمه هنا في قيمه هنا في قيمه هنا القيمه اللي هنا سيرفيس ساكس والقيمه اللي هنا عمليه التشغيل القيمه اللي هنا سيرفيس ساكس فور. يبقى ممكن انا اعمل حاجه بالشكل ده كده او ممكن اعمل حاجه بالشكل ده كده يقول لي شاور على مين؟ انا شاور على السطح ده والسطح ده. اجي هنا شاور على السطح ده واعمل كده ماشي او اقلب ده كده واحطه هنا زي بعض زي ما هنلاقي كده اهو حاجه بالشكل ده كده. ايه ده؟ الترتيبه تلاقي ايه؟ تلاقي بص ده العلامه بتاعتنا ماشيه في الاتجاه ده. بص لو مشيت كده علامتي كده يبقى ده مال كده. لو جيت على الخط الافقي هو بص ده وده وده كلهم اتجاه واحد عشان ما تقعدش تقلب بس. يعني مفيش هنا واروح عامل العلامه دي مقلوبه كده او هنا كده واروح عامل العلامه دي مقلوبه كده. لا ما بتتقلبش بتتعمل بحيث ان هي لما تمسك اللوحه دي كده يبقى عارف اقراها. دي ان 8 دي ان 9 دي ان 9 دي ان 9 دي ان 8 دي ان 9 تبص عليها هنا كلها تلاقي اللوحه ما انتش محتاج تقعد تقلب فيها كده وتقلب فيها كده عشان تقرا العلامات التشغيل بتاعتنا. يبقى ده ازاي نحط علامات التشغيل على الايه؟ على القطعه بتاعتنا. طب عندنا بقى حاجه بتاعه التصميم دي قدام شويه تتعلمها بس كده. تتعلم من الهرب عشان تبقى انت عارف انه لما اجي بقى انا اصمم انا الديزاينر دلوقتي انا اللي اصمم القطعه بتاعتي. ايه اللي يفرق معايا ان انا احط الاي تي بتاعتي 5 ولا 6 ولا 7 ولا 11؟ تفرق في حاجه؟ قال لك خلي بالك تفرق في التكلفه كتير قوي. فقال لك لو انت خدت السيرفس رفنس بارامتر 6.3 6.3 من 10 تلاقي التكلفه بتاعتنا خلاص هو الحاله بتاعتنا السيرفس رفنس بتاعنا الحاله العاديه بتاعتنا دي الارقام العاديه اللي انا ممكن نطلعها سيرفس رفنس معقول. طب نطلعها فين؟ نلاقي نحط التكلفه بتاعتنا ان 100% ونقارن عليها. وليكن مثلا انا اطلع قطعه دي اكلفها مثلا 10 جنيه. اما اطلع اجيب 10 جنيه لو انا غيرت السيرفس رفنس بارامتر ده شلت الار اي دي وحسنتها شويه بقت ايه؟ بقت 3.2. ايه اللي يحصل؟ قال لك عشان تغير بس السيرفس رفنس ده من الرقم اللي فوق ده اللي هو 6.3 و 3.2 تلاقي القيمه بتاعت الكوست تضعف بدل ما كان 10 جنيه او 100 جنيه بقت 200 جنيه. لو انت بقى حبيت تروح لاعلى حاجه كده انا عاوز مثلا بوينت 05 5% ايه اللي يحصل؟ قال لك بص اللي يحصل بدل ما كانت 100 تتضاعف 45 مره. يعني لو كنت بتدفع عليها 100 جنيه فتقوم تدفع عليها 4500 جنيه عشان تنتجها بايه؟ بالصرف صرف نسبه. ليه؟ عشان انت هتعمل عمليات تشغيل كتيره عشان توصل للصرف صرف اللي انت عايزه. يبقى جاي ده اللي يخص فيه يخص المصممين. لما نقول لك بس عشان احيانا الطالب يقول لك ايه يعني الفرق بين ان 7 وان ان 8؟ ما مش فارقه يعني 7 وان ان 8 ما هياش موال. ان انا احط سيرفس رقم 6.3 ولا 3.2 مش فارقه يعني هتفرق ايه يعني؟ ما لا هتفرق كتير. هتفرق كتير في ايه؟ في الكوست. عشان كده دايما نقول انه الناس او الشركات اللي بتطلع منتجات غاليه هي صرفت عشان توصل المنتج ده الى بعد المنتجات اللي حضرتك شايفها فصرفت عليها كتير. يبقى ده لو انت راجل ديزاينر او انت راجل مصمم وبتحط ارقام للسيرفس رافنس او بتحط ارقام احنا عارفين السيرفس رافنس هو طالب يمين بالجريد بتاع مين؟ بتاع الكالرز الاي تي. يبقى لازم نخلي بالنا من الحكايه دي. يبقى كده احنا ايه؟ عرفنا بقى يعني ايه سيرفس رافنس؟ يعني ايه ماشين الماركس؟ ورايحين ايه؟ عندنا ديتيند روج. الديتيند روج لما نيجي نعمله هنعمل ايه بقى؟ هنجمع كل الكلام اللي احنا قلناه في عدد المحاضرات اللي فاتت دي مع النهارده ونروح عليها كده. نلاقي ايه؟ نلاقي انت عشان تعمل ديتيل رول لازم توصف لنا الشكل، يعني لازم يبقى فيها رسمه. الرسمه دي هتبقى ايه؟ تبقى مساقط ولا تبقى فيكتوريال ولا تبقى سيكشن ولا تبقى
زي ما نقول يبقى انا بقول السايد طب اوصف السايد بوصف الحاجه يعني الشكل بتاعي يبقى الشكل ده ممكن نعمله بالفوريا ماشي نعمله اوستراتيك كارد سيكشن ماشي نعمله سيكشن ماشي احيانا بيبقى في عندنا حاجه اسمها زيرو فيوز ايه الزيرو فيو الزيرو فيو ده بنعمله لما يكون عندنا اسطح مائل ما هياش اسطح عدل يعني ايه سطح مائل يعني انا عندي فالف كده ولا حاجه وبعدين المخرج بتاعه ولا المدخل بتاعه مائل على الراس او على الافق لما تيجي ترسمه في مسقط الراس يطلع مائل لما تيجي ترسمه في مسقط الافق يطلع مائل لما تيجي ترسمه في مسقط الجنب ما يطلعش بشكل حقيقي فانا عايزين شكله حقيقي ان هم عاملين له ايه؟ عاملين له حاجه اسمها اوبزيرفر فيو يعني ايه اوبزيرفر فيو؟ تعالوا جايبين مستوى موازي لمستوى المائل ده نطلعه بره ونقلبه يبقى ده كانه فاكر انت لما كنا بنعمل الريموف سيكشن والريفولف سيكشن قبل ما نعمل حاجه بالشكل ده كده يبقى بنعمل مسقط مساعد يبقى المساقط المساعده دي بتساعدنا في ان احنا ايه نوصف الايه الشكل احيانا بيبقى عندنا حاجه اسمها اللارج ديتيل يعني ايه اللارج ديتيل زي بس اللي انا جبتها لك من الاول خالص خالص اللي هي كانت مين اهي ايه ده؟ ايه الحته الدايره اللي انا عملناها دي؟ احنا عملنا دايره هنا وبنقول تكبير الدايره دي اهو طب ده اسمه اللارج ديتيل يعني ايه؟ الحته دي ابعادها صغيره قوي مش هينفع تبان على الرسمه دي اقعد اعمل لها ايه؟ اروح اعمل لها اروح اعمل لها رسمه تكبرها شويه تكبير عملت تكبير ايه؟ دي الرسمه بتاعتي يبقى ده كده ايه؟ ده ايه ده احنا بنعمله عشان نوصف الشكل بعد كده لازم نوصف الحجم يعني ايه نوصف الحجم؟ السايد بقى ديسكربشن لازم نعمل ايه؟ انا احط عليها دايمنشن احط عليها المانفاكشر بروسيس واحط عليها كمان التولرنس بتاعتي يبقى لازم نعمل كده بعد كده السبيسيفيكيشن مواصفات ايه المواصفات دي؟ بحط لها الماتيريال بتاعتها هل هنعمل لها هيت تريتمنت ولا لا؟ يعني بعرض حراريه ولا لا؟ الفينش بتاعها هنعمله ازاي؟ الجنرال كولرز والنمبر ريكوايرد وبعدين كمان نقول الكلام ده كله نعمله فين قريب من الايه من الدرجه بعد كده ممكن بحط المعلومات الاضافيه المعلومات الاضافيه بتاعتنا دي قال لك انت ممكن تحط بقى النمبر والسكيل والمس اوف بروجكشن الكلام اللي كنا بنعمله في الجدول وفي الايه البيروكراتيك يبقى ده المعلومات اللي احنا علينا نحطها عشان نعمل ديتيل درو طبعا انا عندي جيل دروي عندنا قطعه كده مثال المثال ده بيقول ايه انا عندي جلبه كده الجلبه دي الجلبه دي فيها سطح بره شكله اسطواني اكيد وبعدين بعد كده اسطوانه ثانيه اهي وبعدين بعد كده عندنا فرعي جوه يبقى انت متوقع كده اما ابص على القطعه بتاعتي الاقي مجموعه قطعات البعد بتاع القطف ده والبعد بتاع الاسطوانه دي وبعدين ارفع الصواله دي وارفع الصواله دي بعدين الفرش ده جوه لما نيجي نبص على قطع زي دي كده انت حضرتك تبص عليها من الكلام اللي انت اتعلمته في الثلاث اربع محاضرات اللي فاتوا دول لما نقول كده القطع بتاعتنا دي عايزين نشغلها ايه اهم اسطح انا عايز اشغلها؟ فين الاسطح اللي انا عايز اشغلها وتبقى مهمه قوي بالنسبه لي؟ فين هي؟ كم سطح تبع الاول؟ كان صدر تحب انت تقول كده اول ما بص الشغلانه لا لا لازم السطح ده يتشغل لازم السطح ده يتشغل فين هم؟ كم سطر؟ قدش عندي اجابه جميل بص اول حاجه نعملها ايه ده؟ ايه اللي هو ده؟ ثريدنج انا لازم اعمل الثريدنج ده فين؟ نعمله ممكن اعمله على مخرطه ينفع ممكن اعمله على ثريدنج تيب اخرجه كده على بتاع دي ممكن احطه على حاجه ثانيه يبقى لازم انا اشغل ده لازم اشغل الثريد ده الاقي الثريد الاقي ده سكوير ثريد القطر بتاعه 24 والبيتش بتاعه 4 يبقى اول ما ارسم انا لازم السطح ده يتشغل السطح اللي بتاع الثريد ده الانترنال ثريد اللي هو الاوس الداخلي ده لازم يتشغل يبقى اول واحد يتشغل ايه ثاني يتشغل؟ لا مهم قوي عندي ايه هو؟ قال لي بص الاسطوانه دي حاطط عليها ايه؟ حاطط عليها تولرنس يبقى التولرنس ده لازم السطح الاسطواني ده يتشغل ولا ما يتشغلش؟ لازم يتشغل يبقى لازم اشغل السطح الاسطواني ده كده يبقى دول اهم
حاجه نعملها. الموضوع اهم حاجه، اهم سطحين انا عاوز اعمل له تشغيل ويبقوا الديكنت رول بتاعنا يقول لي ان لازم السطح ده والسطح ده يتشغل. بس الحاجه الثانيه، ايه الحاجات الثانيه؟ انا كنت هشتغل الجزء ده كده، هجيب ايه؟ هجيب بار حديد. طب البار حديد ده اول حاجه اعملها ايه؟ انا لازم اعمل فيس، لازم اعمل السطح اللي فوق ده الاول، وبعدين اخرج السطح اللي بره، وبعد ما اخرج السطح اللي بره اخرج السطح اللي جوه، وبعدين اعمل الارض. يبقى دي الحاجات اللي انا ممكن اشغلها. في حاجه ثانيه بتتعمل غير كده؟ السطح ده، ما هو السطح ده هيتشغل لما انا اجي اشغل السطح ده. ليه؟ عشان انا الشكل الاسطوري ده هيبقى من الشكل الاسطوري ده. يبقى هيبقى عندي السطح ده. السطح ده بقى يقول ايه؟ السطح ده انا محتاجه ولا مش محتاجه؟ محتاجه. ليه؟ عشان السطح اللي جوه ده لو انا حطيت البوش دي او الفلانش دي حطيتها يتحط على سطح. يبقى السطح ده هيركب جوه حاجه. ليه؟ عشان ده اشتغل اس. وبعدين السطح ده البتاع اللي هو الفرق بين الشغلانه اللي فوق والشغلانه اللي تحت لازم يرسى على سطح. يبقى لازم يبقى برضه فيه شويه علاقات كده مع بعض. فانت لما تيجي نعمل ديتيلد رول لشكل زي ده كده، لما نعمل ديتيلد رول لشكل زي ده كده، لما نعمل ديتيلد رول لسطح زي ده كده نعمل ايه؟ اول حاجه ندور فين السطح اللي عليه تولرانس. السطح اللي عليه تولرانس الشكل الاسطوري ده كم هو؟ 36 اس 6. اروح اعمل ايه؟ اروح اطلع له اللور ديفيشن والابر ديفيشن. من هنا من الجدول. يبقى ده البعد ده اول حاجه ادور عليه. اروح بقى في الجدول اروح ادور كده ال 36 دي فين؟ بين 30 و 40. واروح ادور على دي الاس بتاعي ده. يبقى من 30 ل 40 اروح ادور على اللي هو الديفيشن والارض ديفيشن. منين؟ من التورس تيبل. اروح ادور عليها كده الاقيها فين؟ الاقيها على الاس 6. يبقى انا طلعت كده 43 مايكرون و59 مايكرون. يبقى انا اقدر اقول بقى دلوقتي خلاص انا عرفت دلوقتي مقدار التورس. عرفت مقدار التورس او مشكلين. خلاص مقدار التورس بتاعي ده يبقى انا ساعتها انا عارف من الجدول الابر ديفيشن واللور ديفيشن عرفتهم. يبقى انا جيت طلعت ابر ديفيشن واللور ديفيشن. ساعتها انا عرفت الابر ليميت واللور ليميت. اللي انا عامل ايه؟ ايوه انا احطه على البعد بتاعي الابعاد. الابعاد بتاعت ايه؟ بتاعت الديتيل درول. ما ينفعش اني تعمل ديتيل درول وتحط له اس 6. امال الاس 6 دي تتحط فين؟ تتحط في الاسيلي. لما يبقى الجزئين دول الاسطوانه دي هتركب على اسطوانه ثانيه داخليه. يبقى ساعتها انا اقدر اقول ده الفيتنج بتاعه كذا على كذا، اتش على اس. يبقى خلاص انا عرفت. لكن في ديتيلد رول ما ينفعش تحط له اس. لا انا هحط له ارقام. ارقام ايه؟ ارقام التولرز. يبقى انا لازم اعمل كده. يبقى طلعت بقى ال 36 بتاعتي عملتها في الصوره دي ماشي ما عنديش مشكله. يبقى 36 و43 من 1000، 36 و59 من 1000. يبقى هنا انا حطيت الدايمنشن المين دايمنشن البيزك دايمنشن وحط له الابر ديفيشن واللور ديفيشن. طب ممكن اروح حاطط كده الابر ليمت واللور ليمت؟ ممكن اروح عامل كده فاي 36 و43 من 1000 وفاي 36 و59 من 1000. ايه ده؟ ده الابر ليمت واللور ليمت. ابر ليمت ولور ليمت. البعد الاقصى والبعد الادنى. يبقى انا عرفت كده. يبقى الرسمه بتاعتي دي ما ينفعش انا ارسمها كده واحط فاي 36 اس 6. لا اغيرها ازاي؟ الرسمه اللي تحت كده. يبقى دول اول حاجه عملتها. يبقى ده فاي 36 59 من 1000 وفاي 36 43 من 1000. ايه ده؟ ده الابر ليمت واللور ليمت. طب ارجع احط الابر ديفيشن واللور ديفيشن زي بعض ما عنديش مشكله. تمشي. يبقى انا اول حاجه عملتها الله عليك احط مثلا معايا ده 50 ده 7 ده سكوير فريم. ممكن اعمل هنا ده يبقى بدل ما هو مصر هتعمله قطاع اين طب يبقى عامل بارشل سكشن واعمل القطاع بتاع الطريق ده يعني اعمل شكل السنه هنا ينفع اعمل شكل السنه ليه؟ عشان نعدي الجيتش. يبقى الجيتش بتاعتي دي بين الخطين دول 4 مللي نازل 4 مللي 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 4 مللي
شكل السنة شكلها عامل ازاي عشان اوضحها للراجل اللي عايز يشغلها في الورشة. يبقى عرفت كده، خلاص عملت كده، خلاص عملت كده. بعدين اول حاجة اعملها زي ما اتفقنا القطعة بتاعتنا دي، انا لازم يبقى عندي تصور لانه القطعة دي لما انا اشغلها ازاي. زي ما قلنا كده هنجيب بار، البار ده لازم يبقى اكبر من القفل ده اللي هو 48. ليه؟ عشان انا اول حاجه همسك البار ده كده وبعدين اروح عامل حاجه اسمها فيش. ايه الفيش ده؟ اصلح الوش ده، اظبط الوش ده، وده اول حاجه اعمله. واعمل ايه؟ واعمل سجل. يبقى ده كده الاول. طيب لما اعمل حاجه بالشكل ده كده
ايه التوازن اللي فيه ده؟ ما فيش توازن. ما ايه ده؟ ده هيبقى فيه سنترست وفي كونسنترست. يبقى سنترستي لازم يبقى ده عباره عن جزء اسطواني. ده وده هو جزء اسطواني. بس ايه بقى؟ يبقى لازم متمركز على مين؟ مع ايه؟ مع السطح اللي بره ده او مع السطح اللي بره ده. يبقى عملنا كده ايه؟ عملنا تولرنس. شكله ايه؟ التولرنس ده دايمنشن. وعملت تولرنس تاني اسمه ايه؟ اسمه جيومتريكال تولرنس. فاضل ايه؟ فاضل تولرنس تشابر. الاطر على تشابر نقول بقى في السطح اللي تشابر ليه؟ عشان نطلع عليه التولرنس ده اول واحد. عملت مين؟ عملت كود ديك. ايه ده؟ انا هشتغلوا ايه؟ هشتغلوا على مين؟ هشتغلوا على المخرطه. يبقى المخرطه تديني رفرنس بتاع ده. رفرنس قد ايه؟ انا عارف الرفرنس رينج بتاعي كام؟ من ايه؟ من الجدول اللي احنا لسه قايلينه من شويه. يبقى انا هشغل ده واشغل ده. واشغل ده كمان. ليه؟ ما انا قلت اول صفحه شغال ده. بس ليه انا حطيت هنا الاول؟ حطيت هنا الاول لان ده اهم. ده اهم جدا. ده مهم جدا. ليه؟ عشان تدل عليه مين؟ التولرنس. يبقى حطيت التولرنس كده. يبقى شغلت السطح ده وشغل فيه كمان. ايوه انا لسه شغل السطح ده. ما لسه بقول ان السطح ده والسطح ده متوازيين. يبقى لازم يتشغل. يبقى يتشغل قد ايه؟ ار اي. ار اي دي هتلاحظ كده. بص تلاحظ حتى في الجيومتري ده بوينت 3 وده بوينت 3 وده بوينت 3. هو مش الرقم بوينت 3؟ لا. بس احنا قلنا بوينت 3 بيعتمد على ايه؟ ايوه المره اللي فاتت اتكلمنا على انه بيعتمد على هو فاين ولا ميديوم ولا كورس ولا فيري كورس وايه؟ والقيمه بتاعت البعد. فتلاقي الاعداد كلها تطلع في رينج واحد. البعد ده او البعد ده والبعد ده كلهم في رينج واحد. فيطلع نفس القيم بتاعت مين؟ بتاعت الجيومتريكال تولرنس. طب ما انا هشغل ده وهشغل ده وهشغل ده على مين؟ على نفس المخرطه. هم عايزين اكتب لك 45 دقيقه في الجدول بتاع التحليل. 45 دقيقه طبعا انت عشان تفضل لك كتير وتقعد تحقق على ما تسوي اللوحه وتعمل خطين وتكتب لك كامل وتكتب لك الامتحان. هيبقى الاسبوع الجاي امتحان بتقدر. هيبقى الاسبوع اللي جاي اللي معاك زي ما انت كده من 19 ونص ل 19 ونص. فانت بتتعامل خلاص في الساعه 8 اسمك كده. كبيره وما هيش خالص صغيره. يبقى الحته دي ده الحته دي كلها.
التشغيل. يبقى انا عملت كمان تشغيل للسطح ده. بس هو خلي بالك بقى قلت انت ماشي هنا كده. لا اعمل للسطح ده الهول صح. خلي السطح ده موازي للسطح ده. طبعا مش مايل. وعملت ايه؟ وعملت تشغيل للسطح اللي جوه ده. واكيد طبعا الجزء الفرادي بتاع عدل التشغيل. يبقى بقى كده انا عملت ايه بقى؟ ايوه انا عملت بس ديتيل برو. عملت فيه ايه؟ حطيت فيه ثلاث حاجات. بعد ما رسمت رسم الرسم انا حطيتها عملتها عملت فيها ايه؟ بقيت شكلها وبقيت ابعتها. يبقى دي واحده. بعدين حطيت التولرنس. ايه التولرنس؟ عملت دايمنشن تولرنس وجيومتريك تولرنس. وبعدين رحت عامل ماشين بوكس. فدول ثلاث حاجات الرسمه انا عملتهم. من غير كده لا ما جاش ديتيل برو. لازم بقى نحط كمان شويه تعليمات. ما نحطش التعليمات ده نعمل ايه بقى؟ ايوه نروح جايين فوق على اللوحه نحط الماتيريال ام اي تي ال ده اختصار الماتيريال ستيل. يبقى نعمل قطعه دي من الستيل. النمبر اوف كام؟ هي كانت في التجميع كانت قطعه واحده وعملتها بالبيوت. يبقى انا كده عملت الداتا اللي انا عايز احطها على القطعه دي زائد الكلام اللي احنا لسه قايلينه في السلايد اللي قبل ده تو سلايدز ولا حاجه. نعمل ايه؟ نعمل تايتل بلوك. ايه تايتل بلوك؟ ايوه تايتل بلوك. هتعمل زي الجدول اللي احنا كنا بنشتغل فيه في لغه التجميع بس بتاعته بس. هتعمل فيه ايه؟ هتكتب فيه بيانات حضرتك اسمك وسكشنك والبنش نمبر بتاعك وهتحط فيه السكيل والديت والبارت نيم عشان كنا بنحط في الاسمبلي. كنا بنحط ايه؟ اسم التجميع. يبقى انا دلوقتي عندي رسم تجميعي ورسم تفصيلي. رسم التجميعي ايه اللي يفرق عن رسم التفصيلي؟ او ايه اللي يفرق رسم التفصيلي عن رسم التجميعي؟ هنقول بقى رسم التجميعي مجموعه من القطع متركبه في بروبر بوزيشن. لازم نعملهم كده وضعيه معينه. القطعة دي تركب هنا والقطعة دي تركب هنا والقطعة دي تركب هنا. إنما الديتيل درون لا وان لمت قطعة واحدة بس وان بارت. ما ينفعش ترسم رسمة للديتيل درون فيها قطعتين. ما ينفعش قطعة واحدة فقط. يبقى دي أول فرق بين assembly drawing وديتيل درون. طب بعدين assembly drawing بنعمل المين دايمنشن الأبعاد الرئيسية. الديتيل درون all the dimensions كل الابعاد اول بوسيبل دايمنشن كل الابعاد الممكنه. ليه؟ اصل انت هتديها لواحد هيقراها هينفذها لك في الورشه. انا لو اديت له ابعاد ناقصه هيطلع لك حته بنص. فما ينفعش. فلازم تعمل كده. يبقى الاستيبل دراون حطينا ال 100 دايمنشن بس بعض من المحور ده المحور ده كام؟ العرض كله كام؟ الارتفاع كله كام؟ شويه حاجات كده ابعاد. لو احنا حطينا مثلا عليها 8 ابعاد ولا 10 ابعاد على المسطحين ولا حاجه اللي احنا راسمينهم يبقى كويس. لكن هنا في الديتيل درون حط كل الابعاد الممكنه. ليه؟ عشان ما حدش يسالك البولت كام والبولت كام والبولت كام. فاحنا بنيجي نرسم الاسامي درون بنرسم كم مسطح؟ انا ممكن ارسم مسطح واحد في الاسامي درون. ليه؟ اصل هو ده اللي بيبين لي التجميع. ممكن ارسم اثنين او ثلاثه او اربعه او سيناريو او الديتيل درون ارسم كم مسطح؟ برضه حسب القطعه اللي عندي. القطعة اللي عندك يكفيها مسقط واحد. ده إذا انا راسم مسقط واحد، ليه انا راسم مسقط واحد؟ اصل انا عارف ان المسقط الكامل بتاعها هيبقى ايه؟ مجموع الدوائر. يبقى خلاص ينفع ارسم مسقط واحد؟ ايوه ينفع ارسم مسقط واحد. امتى ارسم مسقط واحد؟ لو كان كل الابعاد اللي انت هتحطها تتحط على مسقط واحد. لا ما ينفعش. ما اعرفش اوصف القطعه بتاعتي دي على مسقط واحد. يا برسم مسقطين. يا ما انت حضرتك اللي بتحدد انا ارسم مسقط ولا مسقطين. وانا في الطالب العام هنرسم يا مسقط يا مسقطين. اكتر من كده بلاش يعني ثلاث مسقطات لا دي صعبه قوي عشان ما عندناش وقت ما عندناش. يا مسقط او مسقطين. مسقط امتى؟ لو كان المسقط واحد. مسقطين امتى؟ لو المسقط الواحد ما يكفيش. يبقى نرسم مسقطين. يبقى الاسامي دروين والديتيل درون الاثنين مشتركين لانه عدد المساقط بتاعتنا يا مسقط واحد يا مسقطين. احنا بقى بنطلب منك في الاسامي دروين ترسم ايه؟ ممكن اطلب منك مسقط واحد او ممكن اطلب منك مسقطين.
انما في الكتاب الدراري بقول لك انزل 200 كيلو. ما هو كل شيء انك عدد المسار، انت اللي بتحدد عدد المسار. ليه؟ عشان انت اللي عارف القطعه دي هتبقى مسقط واحد كفايه. لا لا، مسقط واحد ما يكفينيش، انا مش فاهمها حتى انا نفسي مش فاهم. يبقى انا لازم ارسم مسقطين. ليه؟ عشان الراجل اللي تحت ده يبقى عارف الحكايه دي ماشيه ازاي. كمان عملت كده، يبقى دي ثالث حاجه. رابع حاجه، لما اجي اعمل الاسمبل دروين القطعه بتاعتي بشاور عليها برقم، اللي احنا قلنا البالونز بتاعتنا دي بالون نمبرد بالون، ايه ده؟ دايره وجواها رقم ومعاها سهم يشاور على القطعه، وهي موجود الكي بتاعها فين؟ في البالون باتيريال الجدول بتاع القطع. يبقى لازم ده ايه ده؟ ده في الاسمبل درون. في الديتيل درون لا، انا بكتب اسم القطعه فين؟ في التايتل بلوك. يبقى القطعه دي اهي التايتل بلوك بتاع الاسمبل، لان مكتوب فيه رقم القطعه في التجميع واسمها والماتيريال بتاعتها والنمبر اوف. اظن ان هو اهو الماتيريال بتاعها اهو والنمبر اوف. ايه اللي زاد؟ انا بعمل دي اوبريشن، بعملها دي على اي ماكينه، بعملها على الكيرلي، بعملها على الميلين، بعملها على الفرايدنج، بعملها. بناء على ايه؟ بناء على السبستانس اللي انا بقول. يبقى ده فرق بين الاسمبل دروز والديتيل دروز. الاسمبل دروز بنكتب اسم الجزء الاجزاء المجمعه دي. الديتيل دروز بنكتب اسم البارت. يبقى البارت ايه؟ عشان كده اقول لك بس عارف في التايتل بلوك ده، يبقى دي اسمها بارت ايه؟ بدل ما الاسمبل نيم او اسم التجميعه دي ده، يبقى ده البارت ايه؟ اسم القطعه دي ايه؟ وعطينا لها ماتيريال وعطينا لها مروح ايوه، وعملنا لها عمليه اوبريشن ايوه. يبقى ده اللي احنا ايه؟ اللي احنا عملناه في الايه؟ الاسامي درون والايه؟ الديتيل درون. يبقى بقى عندنا دلوقتي انا بقيت اعرف افرق بين اسامي درون ارسم مجموعه من القطع محطوطه في وضعيه معينه، احط لها ابعاد رئيسيه، احط الارقام القطع بتاعتنا واربطها بالجدول واحط اسم الايه الاسمبل ده كله. الديتيل دراون هعمل قطعه واحده بس، واحده بس، احط عليها كل الابعاد الممكنه، احط عليها التولرنس سواء كان دايمنشن تولرنس او جيومتريكال تولرنس، واحط عليها الماشين ماركس، واكتب البيانات اللي توصف القطعه دي هي اسمها ايه؟ هتشغلها على الماكينه، الماتيريال بتاعتها ايه؟ والعدد القطع اللي هيشتغلها. طبعا انا لما نيجي اشتغل خلاص خد النمبر اوف 80 من الاسمبل، بس ده انا هعمل اسمبل واحد. لكن ده طبعا لو انت بتشتغل في مصنع بقى بتقول له لا اعمل لي النمبر اوف، اعمل لي 4000 واحده، ليه اصل عندي 4000 تجميع؟ اعمل لي 10000 واحده، ليه اصل عندي 10000 تجميع؟ يبقى ده كده حسب ايه؟ حسب الانتاجيه بتاعتك. يبقى اذا بقى عندنا دلوقتي حاجه اسمها سيمترون، حاجه اسمها حد مشغول على الكلام ده؟ النهارده هنتكلم على نرسم 200 دراوي سنه 219 ونقوم في الثانيه سنه 217 هنشتغل الديتيل دراوي. افتح كده صفحه 219 هتلاقي في صف فوق الاول وبعدين صف تحتيه وبعدين صف كمان تحتيه. الورقه بتتحط كده كانها ايه؟ فري. يبقى هنرسم ثلاث رسومات. هنرسمهم ازاي؟ احنا اتفقنا ان كل قطعه تترسم في لوحه. انا ما ماشي الا لوحه واحده بس، اعمل ايه؟ هنعملها ايه فوق؟ قسمها اثنين، تقطعها لا ما تقطعهاش مش مهم. بس هنقسمها اثنين ونعمل لوحه على ظهرها لوحه جنبها لوحه. يبقى ثلاث قطع. يبقى بنشتغل ثلاث قطع ديتيل درو. ثلاث قطع ديتيل درو. هنحط ايه في ديتيل دروين؟ هنحط فيها القطعه، ابعادها، الدايمنشن تولرنس، جيومتريكال تولرنس، شيب ماركس، اسم العمليه، اسم الماتيريال، النمبر اوف بتاعها.
هنعمل القطعة الصف الأولاني، هنعمل قطعة اللي في النص، الصف الثاني دي قطعة واحدة بس، بس لو عملناها ريموف سكشن، وبعدين بعد كده نزل لتحت خد الكلمة بس الكلمة. لو انت مش عارف الكلمة دي تبقى مصيبة شوط، يعني انت مش عارف انا بقول لك خد الكلمة تقول لي يعني هيل، تبقى مصيبتك شوط. يعني واحد كده يعني هي كلمة دي كلمة فين؟ تبقى مصيبتك شوط. تبقى انت مش عارف حاجة في حق الأرض، تقول يعني ايه ساكن شوية صعب قوي عليك. بدا كده اللي هو في امتحانات مش هيبقى فيه محاضرات اصلا، فبالتالي مش هيبقى فيه محاضره. الاسبوع اللي بعديه هنبتدي تاني نرجع للاسامي الفورم والتكنيك برول في مواعيدنا العاديه، حسب مواعيد رمضان نشوف مواعيد رمضان امتى وهنبتدي على مواعيد رمضان. عملوا سؤال يا شباب على الكلام ده؟ يلا روح مكانك واقعد اشتغل على طول بعد كده.